بيقول انها تتحول لافراح، بيتكلم بيقول اننا ان انتم امنتم ان انا خرجت من عند الاب، يقول وامنتم اني من عند الاب خرجت من عند الاب وقد اتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الاب. الحقيقه الكلام ده اللي اتكلمه المسيح له المجد هو قبل الصليب مباشره، يعني ده الخطاب يسموه الخطاب الوداعي اللي كان قبل صلب المسيح. ويقول هتتفرقوا، هتيجي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. المسيح له المجد قبل الصليب كان خاطب تلاميذه كأحباء لهم، ووعدهم بوعود كتيرة، وعدهم انهم هيبقوا مقبولين وهيبقوا محبوبين من الآب بسبب ذبيحة المسيح اللي هي الصليب. المسيح هو الكاهن وهو الذبيحة. قدم ايه؟ في ناس ساعات زمان في العهد القديم كانت تقدم ذبائح حيوانية، يعني يجيب خروف يقدمه، لكن المسيح لما قدم ما قدمش خروف، ده دم حمل بلا عيب اللي هو مين؟ المسيح. الخروف خروف، اجيب ايه اخرته يعني؟ ها؟ اخرته ايه؟ اخرته يساوي ثمنه. لكن المسيح حمل بلا عيب، ابن الله. فذبيحة المسيح هي ذبيحة عظيمة جدا. الذبيحة اللي قدمها المسيح دي حب. دايما الحب يتقاس بالتقدمة، قدمت قد ايه؟ حد بيحب حد؟ قدمت قد ايه؟ لو انت ما بتقدمش وعايز تاخد بس يبقى انت ما بتحبش. اهم حاجة في الدنيا بتاعتنا دي كلها لها قيمة وفي السماء وفي كل مكان هو الحب، لان ده لا يقعد. يعني العلم الانجيلي يقول لنا هيبطل، واحد عالم وعنده علم كتير لما يوصل السماء مش هيحتاج للعلم ده. النبوات هتتحقق ومش هيبقى لها قيمة. الرجاء ان الواحد عنده رجاء وامال وحاجات زي كده هتنتهي فوق، مش هيبقى فيه رجاء لان هنبقى فوق على طول مع المسيح، مش هيبقى فيه جديد. لكن اهم شيء هيقيمه ربنا فينا هو الحب ده. فالحب مهم جدا جدا جدا. في آية جميلة في سفر نشيد الانشاد، الآية الجميلة دي بتقول ايه؟ خلي بالكم معايا كده فيها. يقول في الآية ديت ان الانسان، نشيد انشاد 8 آية 7، يقول اجعلني كخاتم على قلبك. خاتم على ايه؟ قلبك. القلب ده رمز الحب. كخاتم على ساعدك، لان المحبة قوية كالموت. المحبة دي قوية جدا، لو واحد بيحب مستعد يعمل اي حاجة حتى لو يموت عشان اللي بيحبه. المحبة قوية كالموت، ما تخافش المحبة. لو واحد بيحب حد هتلاقوا دايما كده الناس اللي بيحبوا بصدق، ها؟ المحبة بتاعتهم قوية جدا. يعني مثلا اديكم مثال، داود ويوناثان صديقان. يوناثان ابوه شاول الملك، وداود ربنا قال له ان انت هتاخد المملكة. مفروض ان يوناثان يغير منه ويحقد عليه ويعمل فيه مقلب ولا حاجة بحيث يموته. شاول كان بيضطهد داود وعايز يموته، لكن المحبة اللي بين يوناثان وبين داود خلته أمين ومخلص حتى لو داود هياخد المملكة منه بعد كده. محبة. فالمحبة بتعتبر ان اللي قصادي اللي انا بحبه ده كأنه انا اللي ايه، انا بحب فلان. مش بيحصل كده، بتشوفه في الدنيا كده ساعات الاب يحب ابنه يبقى احسن منه بس بيحبه، لكن لو واحد تاني مش ممكن، يقول لك لا يبقى احسن مني ليه. فاذا هنا المحبة دي عجيبة جدا، وهي دي اللي لها قيمة. ولها قيمة ليه؟ لان ربنا محبة. الله ده عبارة عن محبة. ناس بتفهم الله غلط، ان الله قاعد للناس على الوحدة. هو عادل وهيحاسب الناس بس مش قاعد للناس على الوحدة، هو محب.
فعشان كده يقول المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها نار لظى، الرب مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. مية كتيرة ما تقدرش تطفي الايه؟ المحبة. مياه كثيرة لا تقدر أن تطفي المحبة. عظيمة المحبة ديت. عشان كده الله لا يسر كان بالذبايح، يقول إن كنت بالإيه تسر بالذبائح بالمحرقات، ها؟ لكن أنت ما بتسرش بالمحرقات. أمال الذبيحة دي كانت إيه؟ كانت رمز لذبيحة تانية عظيمة، اللي هي ذبيحة مين؟ ذبيحة المسيح اللي يقدم نفسه بحب، أحبنا وأسلم نفسه لإيه؟ لأجلنا. وعشان كده لازم إحنا كمان نحبه. المحبة ما بتستناش مين اللي هيقدم الأول. لما يكون واحد بيحب حد ما يقولوش قدم لي عشان أحبك، لا، يقول نحن نحبه لأنه أحبنا إيه أولا. فالمسيح أحبنا ونحن بعد إيه خطاة. المسيح أحبنا ونحن بعد خطاة، يعني كنا خطاة وما نستحقش. يقول هنا في الإنجيل كده بالجهد ممكن واحد يموت عن بار. لو في واحد بار وانسان قديس قوي لك ده يستحق، ممكن اموت عنه لو واحد بار بجد. لكن المسيح احبنا ونحن بعد ايه خطاه، واسلم نفسه لاجلنا، اسلم نفسه لاجلنا. فده حب. فذبيحة المسيح هي عبارة عن حب من اجلنا، حب من اجلنا. بس اللي المسيح لما حبني مفروض انا كمان احبه. انا كمان يعني ايه؟ يعني انا كمان اقدم نفسي. اه لازم تقدم. ما قلنا لكش ان كل الناس لها نفس المستوى، مش كل الناس هتستشهد، وربنا ما بيسمحش ان الكل يستشهد. لكن لو جه الاستشهاد انت كسبان لو قدمت نفسك. لكن على الاقل في حياتك اليومية كل يوم مفروض تقدم، تقدم محبة لربنا. بتقول أنا بحبه، يقول الذي يحبني يحفظ إيه؟ يحفظ وصاياي. بتحبه منين وما بتصنعش وصيته؟ يكون حد بيحب حد كده يقول لك لا فلان يزعل، فلان يزعل لو عملت كذا، فلان فلان فلان، إيه ده كل شوية فلان فلان، أصلي بحبه. فاللي بيحب حد لازم يقدم، يحفظ وصاياه، ما يزعلوش. فربنا لما نكون بنحب ربنا لازم نحفظ وصاياه وما نزعلوش، نبحث على رضاه، نبحث على نصنع وصيته. في الانجيل هنا بيقول لنا على موضوع المحبة دي، يقول اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله. جسدي ده هقدمه لربنا ذبيحة حية مرضية عند الله. ازاي جسدي ده يتعب ويخدم ربنا؟ فجسدي لازم ايه؟ يقدم لله. عشان كده يقول لي انت تحب الرب الهك من كل قلبك، عرفناها دي من القلب، من كل نفسك، نفسي دي اللي عواطفي ومشاعري، من كل فكرك، افكاري ما يدخلهاش شيء دنس، تفكر في القداسة اللي تراضي ربنا. يبقى من كل ايه؟ قلبك، كل نفسك، كل فكرك، كل قوتك او قدرتك. يعني ايه قدرتي؟ يعني اخدم ربنا بعافيتي دي، تخدمه فين وانا شايفه؟ اه تخدمه في محبتك للناس، انت بتخدم ربنا. لان بيقول هذه وصيته ان تحبوا بعضكم بعضا. وزي ما المسيح له المجد غسل رجلين التلاميذ وقال لهم زي ما شفتوا ان انا غسلت رجلكم افعلوا انتوا كده ايضا بايه؟ ببعضكم بعض، باخواتكم. يبقى الحب يساوي خدمة، يساوي اتضاع، يساوي بذل. في واحد محب، دي طبيعة، طبيعته بقت محبة لأنه عايز يبقى كده. فتلاقوه خدوم، يتسمى ايه؟ يتسمى خدوم، بيخدم الناس كلها، حتى اللي ما عرفوش، حتى اللي ما عرفوش. يراعي مشاعر الناس كلها، ياخد باله من الكلمات دي تضايق، هتألمه. هو له نفسية زي ما أنا ليا نفسية، لو نزلت عليه بكلمة زي كده ممكن تتعبه، توجعه.
فأنا ما أقدرش أتعبه، أخاف الله عشان ربنا يرضى علي. وكل شيء بيعمله مع الآخرين بيعتبر نفسه بيعمله من أجل مين؟ محبة لله، هي دي المحبة. يبقى الإنسان لما يتملئ من محبة المسيح يحب حتى عدوه، إن جاء عدوك اطعمه وإن عطش اسقيه. فهنا يبقى دي المحبة البازلة، محبة بازلة. مفيش محبة بق، يعني ايه بق؟ يعني كلام كده يقول انا احب بالايه؟ باللسان. بتحب لازم تعمل، لازم تتعب، لازم تتضع. ما ينفعش تقول بحب كلام وعواطف. المحبة حاجة والعواطف حاجة تانية. العواطف طالعة نازلة، ساعات واحد يكون ايه عواطفه حلوة قوي ناحية حد مبسوط بيه، وبعد شوية تلاقيه متضايق منه بيشتم عليه. لكن المحبة غير كده. عشان كده في الإكليل في الزواج يقول له ايه؟ ضع يا رب في قلبيهما المحبة الروحانية. المحبة الايه؟ الروحانية. ايه الروحانية دي؟ اللي هي مبنية على انسان يبقى روحاني، بيطوع كلام ربنا وبيحب ربنا، هو وهي يبقوا روحانيين، يقدموا محبة روحانية مش محبة عاطفية تطلع وتنزل. بقى شوية بقيت متغاظ. فعشان كده ضع يا رب في قلبيهما المحبة الروحانية. الذبائح دي تقول لي طب ما انا لما بحب انا بتعب كده، انا بتضايق، انا مش حابب اعمل كده. اقول لك ما هي ذبيحة، انت بتقدم ذبيحة، والذبيحة دي مش هتتنسي ابدا قدام ربنا. بيقول كأس ماء بارد لا يضيع اجره، كأس ماء بارد لا يضيع اجره، فوق في السماء موجود ليك، وربنا مش هينسالك تعبك. يقول لأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. قد ايه فرحت ناس في حياتك؟ ولا انت بتاخد بس؟ انت بتاخدي بس ولا انت بتفرحي ناس وبتعطي؟ يقول مغبوط هو العطاء اكثر منين؟ من الاخذ. المسيح اعطى، اعطى نفسه، وهو ده الذبيحة بتاعتنا. المسيح ككاهن قدم ذبيحة نفسه، فأعطى نفسه لينا. ليس الحب حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. لما هنوصل السماء هنتقاس بالمحبة، قد إيه ادينا، قد إيه عطينا. عكس المحبة هي الأنانية، يعني إنسان بيلف حوالين ذاته ما بيفكرش غير في ذاته. اديتوني ايه؟ انا مش مبسوط، انا تعبان، انا متضايق، انا عايز كذا، انا مش عايز كذا، انا 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 انا. فده بعد عنكم مش هيبقى فرحان ولا يبقى مبسوط ابدا، لانه مش هيشبع، هيفضل تعبان طول عمره، ومش هيدوق طعم وهو بيقدم الطعم الجميل، وهو بيقدم بيفرح حد. اللي بيفرح حد بينعكس عليه الفرح ويبقى له قيمة. خلي بالكو، لو تخيلتوا معايا شجرة والشجرة دي فيها ثمار حلوة، رغم ان الشجرة ما بتستفادش من الثمر، تعبت وعمل الثمر وغيرها استفاد، لكن قيمتها بالثمر اللي فيها. لكن لو الشجرة بصل فوق كده وعالية وفي الاخر خالص ما بتجيبش حاجة، مالها الثمر؟ يقول لك تقطع، تقطع وتلقى في النار زي قلتها. فعشان كده في الانجيل هنا بيقول لنا في رسالة العبرانيين اصحاح 13 يقول فلنقدم به، به يعني بربنا، بقوة ربنا وبنعمته، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. دي ذبيحة ربنا، ان انا اسبح ربنا واشكره. وايه كمان يقول؟ اي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير. دي الذبيحة التانية اللي نقدمها، لا تنسوا فعل الايه؟ فعل الخير والتوزيع، لان بذبائح مثل هذه يسر الله، بذبائح مثل هذه يسر الله، تسر قلب الله، تنال رضاه، يبقى لك قيمة،
تفرح بالذبائح اللي بتقدمها، ذبائح تبارك بيها وتتبارك انت. يا ريت كلنا نحط في دماغنا ان احنا نقدم، ما ناخدش بس. قال لنا في الكاسيليكون عن راجل مش مظبوط اسمه كاسيليكون اللي تقرا النهارده، الراجل ده اسمه ديتريفوس، فيقول لنا عنه ايه؟ كتبت الى الكنيسة، ولكن ديتريفوس الذي يحب ان يكون الاول بينهم لا يقبلنا، لا يقبل. ديتريفوس عايز يكون الاول، الاول في كل حاجة، هو الفايز دايما، ما مديش حد حاجة، مفيش حاجة تخر منه ابدا، ما يفرحش حد، ملوش دعوة بحد، عايز يكون الاول. فهنا بيلوم وبيقول ايه؟ ديتريفوس الذي يحب ان يكون الاول بينهم لا يقبلنا، من اجل ذلك متى جئت فسأذكره باعماله التي يعملها. في محاسبة له بعد شوية، يقول له انت مخلوق كشجرة مثمرة تثمر وتفرح، ليه ما فرحتش غيرك؟ هيحاسب ربنا زي ما المسيح قال على الشجرة اللي قال اقطعها، لماذا تبطل الارض؟ يا ريت نقدم ذبايح. المسيح قدم ذبيحة نفسه، غفر لنا خطايانا وفرحنا كلنا وحبنا كلنا، احنا كمان نحبه، نقدم على قدنا. ما بقولكش قدم نفسك للاستشهاد، نشكر ربنا ما فيش زمان استشهاد، لكن على الاقل بقولك قدم اي حاجة لربنا، وعود نفسك انك تقدم وتفرح غيرك. كل ما تفرح غيرك كل ما تفرح انت، لان بيقول اللي بيروي يروى الاخر، المروي يروى، اللي هيروي الناس هيتروي هو. واللي بخيل ومش عايز يقدم وعايز نفسه، ثقه انه هو هيفضل تعبان طول عمره ومش هيشبع ابدا. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.